السلام عليكم ورحمه الله، مساكم الله بالخير والعافيه والبركه. شلون عندنا شروه اليوم؟ اليوم وصلتني احد يا رجالي 8000 زوج، راح يكون عندي عرض اللي ياخذ الكميه كلها او ياخذ فقط 1000 زوج على 5.5 دولار، واللي ياخذ 300 زوج 10 كراتين على 6 دولار. طبعا جوده عاليه، بضاعه روعه، قياسات 39 كلها، طبعا مثل ما تشوفون احنا نسميها احذيه كره سله هنا بالصين، ما اعرف شو يسموها. طبعا يصير شكلها خشن لكن وزنها خفيف، الجوده ما تتخبل، فشيء كلش حلو. قياسات من 39 الى 45، قياس صيني. طبعا الستيكر شيء مكتوب عليه ميد ان فيتنام، شيء مكتوب عليه ميد ان تشاينا، هاي بعد انتم يومكم. انا بالنسبه لي ابيع لكم صيني، انت من تبيع الناس هم صيني. هو الجوده مالته كلش حلوه، الموديلات كلش حلوه، القياس صيني، يعني ال 45 يلبس 44، موديلات كلش هوايبي، شيء احلى من شيء. تعالوا ناخذ لنا جوله قريبه على الموديلات. بقى الموديلات شلون حلوه، طبعا كشكل، جوده، كواليتي، كل شيء بيه روعه. الشغل مالته الخياط جميل جدا، شوف هذا شلون حلو، روعه. اللي ياخذ الكميه كلها 8000 زوج او ياخذ 1000 زوج على 6 دولار عفوا على 5.5 دولار، واللي ياخذ فقط 300 زوج 10 كراتين احسب له الزوج على 6 دولار. روعه، شكل، موديل، جوده، ومثل ما تشوفون طبعا الحذاء خشن لكن الوزن مالته خفيف، وهذا اجمل ما بهذه الشروه. شوف شلون حلو هذا. طبعا هذا مطعم بجلد، فشي روعه. مكتوب هنا أنا هذا مكتوب عليه ميد ان فيتنام، اكو مكتوب عليه صنع في الصين على الستيكر مالته. مثل ما قلت لكم وزنه خفيف الحذاء، شغله كلش حلو. شوف شلون حلو. موديلات شيء احلى من شيء. طبعا اكو بعد هواي موديلات بس هذا اكثر شيء طلعناه من هاي الشروه، لان كلش هواي بيها الوان وموديلات. شروه مختلطه، يعني مختلط الوان ومختلط موديلات، لكن كلها احذيه مثل هذا، احذيه سبورت رياضي كره سله. احنا هذه موديلات نسميها كره سله. شمال شلون حلو. بعد التفاصيل مالتي، يعني التفاصيل مال الجوده روعه. شوف الموديل شلون حلو هذا. حتى العلبة مالته خشنة مثل ما تشوفون، بقى العلب مالته، حتى العلب مالته خشنة. شوف هذا شلون حلو. بضاعة جدا مرتبة من ناحية الشكل، الموديلات روعة. ومثل ما قلت لكم الستيكر شيء مكتوب عليه فيتنام، شيء مكتوب عليه صيني، بس هذا مكتوب عليه ميد ان تشاينا، وهذا مكتوب عليه فيتنام. وهذا روعة بعض الحركات، هذا اللون الأحمر، شوف الحركات مالته. هذا جلد وهذا يصير ما أعرف مثل الربل، شلون مشتغلين الشغل مرتب كلش حلوة. شوف الموديلات شلون حلوة، الخياط مالته بعض الشغل. وهذا نفس هذا، شوف هذا بي أزرق وهذا أحمر، شلون حلو هذا روعة. موديلات جدا جميلة، يعني صراحة هاي الأحذية تنباع بأسعار خيالية. أنا دابي لك إياها حتى إذا تاخذ لك فد 10 كراتين يطلع عليك الزود ب 6 دولارات، طبعا مثل ما تشوفون أسعارنا كلها بدون شحن، الشحن على حسب الدولة مالتك. روعة. وشايفين ألف خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.